أثابكم الله. يقول: كثير من الناس يقومون بحجز الأماكن في المسجد الحرام لغيرهم مما يأتي متأخرا، فما رأي الشرع في ذلك؟ نريد التوضيح مع التفصيل جزاكم الله خير. احتجاز الأماكن في المسجد الحرام أو غيره من المساجد لا يجوز إلا لمن كان في المسجد، لمن كان يجلس في المسجد ولكن عرض له حاجة فخرج، إما لوضوء وإما لقضاء حاجة لا بد منها ثم يعود، هذا لا بأس أنه يحجز له مكان، لأنه يعتبر جالسا في المسجد، ولكنه خرج لعارض ثم يعود قريبا. أما الذي يحجز المكان ولا يحضر إلا متأخرا فهذا لا يحق له ذلك، حرام عليه أنه يحجز الأمكنة في المسجد ويجلس في بيته ولا في الشارع ولا ويعطل المكان على المسلمين. نعم.